أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في وقعة انهيار عقار بتاع اسكندرية، أظن هو تبع اسم المنتزه في منطقة سيدي بشر تحديدا. وبالفعل فريق من النيابة انتقل إلى مسرح الحادث وبدأوا المعاينة، والنيابة كلفت الحماية المدنية ومسؤول الحي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة. كمان تم أو النيابة شكلت لجنة من مديرية الإسكان بقى بالمحافظة، المهندسين يعني، لإجراء المعاينات اللازمة لهذا العقار. ده واحد. فحص الملف، ما احنا لازم نفهم الملف ده شكله ايه والورق اللي جواه ايه والعقار ده تراخيصه عاملة ازاي وموافقاته جات ازاي. اللي بنقوله ده يا جماعة مش معناها ان الناس تخاف تمضي، مش معناها ان الناس تتردد عشان تدي موافقة. طالما الحاجة ماشية بالمظبوط ما تخافش، الحاجة ماشية غلط قول غلط وما تنفذش. خلينا واضحين، زي بالظبط كده اما الرئيس اتكلم على الراجل بتاع المبنى بتاع ماني جوه المينا، مبنى عمارة وبني مدرسة وقاعد وفارد ومهيص ومضبع ولا فارق معاه حاجة. بس هو في دولة. هرجعك على النيابة. النيابة أمرت بالتحفظ على الملف، وده نمرة واحد. ما هو ملف زي ده أكيد في وراه شيء ما. بس الموضوع عند النيابة العامة، هم اللي هيقولوا لنا. النيابة عاوزة تعرف ايه السبب اللي ادى لهذا الانشطار الرأسي في هذا العقار، هذا الحادث. التحقيقات مكملة، الاجراءات مكملة، والموضوع مش هيعدي. الموضوع في ايد النيابة العامة بجمهورية مصر العربية. اذا اطمن، ده اللي ماشي عدل، ده المواطن اللي من حقه يطمن. المواطن في أي حتة من محافظات مصر من حقه يطمن، حاجة زي كده ما بتعديش. اللي ما يطمنش بقى اللي عمل حاجة مش اللي هي، ده ما يطمنش لأنه مش في مأمن. طيب، في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة في محافظة الأسكندرية، وبالمناسبة ده ليه علاقة باللي أنا بقوله لك دلوقتي. ده على طول اتحركوا بتوع حياة كريمة في اسكندرية علشان يشوفوا أي حد متضرر من جراء انهيار، من انهيار ايه انهيار دي؟ انهيار هذا العقار في الأسكندرية. وبالفعل فرق العمل بتاعت مؤسسة حياة كريمة بدأت تشتغل بمنتهى السرعة، زي ما حضراتكم شايفين صورة واضحة، دليل دامغ على فكرة التحرك السريع والبناء، علشان إذا كان في أي خدمات، أي دعم، أي مساعدات يتم عملها فورا للأهالي اللي موجودين هناك. كمان مؤسسة حياة كريمة قررت أنها تصرف تعويضات مادية لأي أسرة تضررت وبقيمة 25,000 جنيه. ده حياة كريمة بالتحديد، مش بقول لك كل مؤسسة حياة كريمة بالتحديد، 25,000 لكل أسرة من أسر أي حد تضرر من انهيار هذا العقار. هنا لازم تلقي الضوء على إيه؟ حياة كريمة مش بس بتشتغل علشان المشروع التنموي الأضخم، ألا وهو حياة كريمة في 4500 قرية مصرية بملحقاتها وتوابعها من عزب ونجوع وكفور إلخ. حياة كريمة بتشتغل بهذا المنطق، بهذا المفهوم اللي منه اسم المؤسسة، حياة كريمة لكل المصريين. دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وجه بالآتي، قال يا جماعة حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات محافظة الإسكندرية لاستقبال أي إصابة نتجت عن انهيار هذا العقار في هذه المنطقة. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الحقيقة قال إنه الوزارة طلعت بالفعل 12 عربية إسعاف لموقع الحادث، تم رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف اسكندرية للحالة القصوى تحسبا للتعامل مع أي إصابة محتملة. أضاف الدكتور حسام عبد الغفار إيه كمان؟ إنه فرق الإسعاف المتمركزة في مواقع
أو موقع الحادث تحديدا هي جاهزة متأهبة للتعامل مع أي إصابة مع أي حالة، وبيجري حصر أعداد المصابين جراء هذا الحادث. تاني، مصر عموما ما بتسكتش وما بتتعاملش مع الموضوع باعتبار أنه في تحقيقات النيابة فإحنا هننتظر لحد نهاية التحقيقات. لا، هي هننتظر نهاية التحقيقات ونتائج نحقات النيابة، ده مما لا شك فيه، بس كمان مش بنسيب الناس. ده شكل العقار، ده يعني تصوير فيديو، ادي اللي حصل بالطول. كل الاجهزه والجهات التنفيذيه المعنيه بهذا الامر كانت موجوده الحقيقه مع سياده المحافظ. اول ما اتعمل تربت تربت قالوا الحقوا ده حصل كذا، كله اتحرك وراح على هناك فورا الى ارض هذه الواقعه او لهذا الموقع. محافظ الاسكندريه قال العقار يا جماعه اللي حصل فيه بيوصف بانه الانشطار النصفي الراسي، يعني زي ما انت شايف كده هو جاي بالطول. اللي بيجرى بالمناسبه انه كمان بيتم التاكد 100% من انه هل في حد اسفل العقار ولا لا، لانه طبقا لمحافظ الاسكندريه العقار مش مستخدم بأغراض السكن الدائم وإنما كشقق للإيجار خلال الصيف. ده مش بس كده، ده الطابق الأخير آخر دور اللي هو نمرة 14 ده عليه قرار إزالة. خلاصة القول إنه عشان برضو ما الناس ما تقعدش تاخد وتدي في القصة، هو تم قطع كل المرافق عن هذا العقار بالتحديد، يعني المية اتقطعت، الكهرباء اتقطعت، الغاز اتقطع عن العقار. المحافظ شدد في كلامه على انه يا جماعة فرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع وادارة الازمات والكوارث وكل الاجهزة المعنية في المحافظة قاعدة بتشتغل بدرجة استعداد قصوى. الموضوع مش متاخد هزار على الاطلاق، مفيش حاجة في البلد دي بقت بتتاخد هزار يا سادة على الاطلاق، مفيش حاجة بقت ممكن تعدي بالشكل ده وتعدي مرور الكرام. اللي بيحصل من البداية انه بنسبق يا جماعة المكان العقار، مش ده انا بتكلم بشكل عام، بنسبق، الدولة كانت بتسبق، الرئيس في توجيهاته كان بيسبق كده، مش صح. لازم نحط حلول واضحة وجذرية لكل هذه المخالفات وكل هذا الإرث الفاسد. أنا دايما أقول إيه؟ الرضا لمن يرضى. مفيش قرار ولا قانون بيطلع غير علشان مصلحة سيادتك، مفيش حد عاوز ينكفك، ده احنا كلنا بلد واحد، شعب واحد، المصلحة واحدة، ما فيهاش منكفة يا أخي، ده حتى خوفا على حياتك. والرضا لمن يرضى. فاصل. اهلا 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 وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ تعرفين في مركز مهم جدا 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 للكلى في المنصور. المركز ده طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لولاه كان بقى عندنا مشكله كبيره في بر مصر كده، على راي الاستاذ يوسف القعيد، بر مصر كان يبقى عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. مشكلة متعلقة بأهالينا اللي بيعانوا من أمراض مختلفة متعلقة بالكلى. مركز أسسه الدكتور محمد غنيمة، يا رب ربنا يديله الصحة. وكانت فكرة بتدور في ذهن الدكتور محمد غنيمة إن لازم يتعمل مركز مهم وبهذا الحجم، وسعى سعيا حثيثا علشان يتعمل المركز ده. وبالفعل المركز ده الحقيقة تقدر كده تشوفه بمواصفات عالمية، الحقيقة بمواصفات عالمية، ده بجد. أنا مش هقول لك روح المركز وإنت مريض، لكن أنا أدعوك لزيارة المركز ده إن استطعت وأنت في تمام الصحة والعافية، علشان تشوف صرح طبي مهم جدا موجود في بلدنا
بدون أي مبالغة زيه زي أتخن صرح طبي موجود في أمريكا أو الولايات أو كل أمريكا، موجود في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أحد مديرين هذا المركز هو الدكتور حسن أبو العينين، واحد أيضا من أهم القامات العلمية والطبية اللي موجودة في مصر. ودكتور حسن أبو العينين الحقيقة يعني أقدر أقول لك إيه، إدى حياته كلها لهذا العلم ولهذا المركز. جزء من تقدير هذا الإنجاز الحقيقة هو فوزه بجائزة النيل، وأعتقد أنه جائزة النيل في العلوم الطبية طبعا، أعتقد أنه فوز الدكتور حسن بهذه الجائزة هو تقدير حقيقي من مصر، تقدير حقيقي من بلدنا بهذا الإنجاز وبهذا المشوار. الطب مهنة عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب، فخلى الأطباء دول سبب يدلنا الحياة أو يخلي حياتنا تكمل، سبب يخفف من معاناة الناس، يخفف من ألمهم، سبب بإيد ربنا سبحانه وتعالى أولا إن الناس دي تشفى. خليني الأول أخد معانا على التليفون دكتور حسن أبو العينين، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة والمدير الأسبق لمركز أمراض الكلى بالجامعة والحاصل على جائزة النيل في العلوم الطبية. أهلا 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 يا دكتور، ومبروك، وكل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك فيك أستاذ يوسف، ومبروك لنا كلنا، ومبروك لمركز الكلى بالمنصورة، ومبروك لمصر على هذه الكوكبة وكل من فاز بجوائز الدولة في هذا الموسم. كنت يا دكتور تتوقع أنه هتفوز بهذه الجائزة الرفيعة عن إنجازك الطبي وعن مشوارك؟ والله توقع الحصول على الجوائز بيبقى له مقاييس، لكن احنا علينا أن نعمل وعلى الله التوكلان. كل اللي احنا عملناه ان احنا اشتغلنا وصبرنا وبذلنا مجهود وتميزنا في بعض المجالات، وهذا التراكم العلمي والبحثي والانتاج المختلف على مدار السنين بنجمعه وبنتقدم بين الجوائز، وتقريبا اتقدمنا قبل كده الجوائز اخرى كثيرة، ودي اخر جائزة يعني اعتقد ان هي الأكبر جائزة في هذا المجال تمنح من أكاديمية بحث العلم. تستحقها طبعا يا دكتور، وتستحق ما هو أكبر وأقوى وأعلى كمان، يعني ما نقدرش ننكر. لكن خليني هنا هسأل دكتور حسن أبو العينين على من وجهة نظرك يا دكتور، من وجهة نظر الدكتور حسن نفسه وبشكل شخصي، أكتر شيء في مشوار نراه جميعا عظيم، وأكثر شيء في إنجازات نراها جميعا هائلة، أكثر ما يعتز به ويفتخر به الدكتور حسن إيه هو؟ والله أكثر حاجة بنعتز بها في هذا السياق هو العلم. العلم بمفهوم العلم. العلم لو لم نحترم العلم لن تقم لنا قائمة على الإطلاق. وكما سبق وقلنا كل المؤسسات الجامعية يجب أن يكون فيها مجال بحثي ومجال تعليمي ومجال علاجي على أساس المنظمات الصحية. هذه هي الأهداف الثلاثة التي من أجلها قد بني مركز الكلى في المنصورة وعلى شاكلته مراكز أخرى في تخصصات مختلفة. فهذا السبق لأستاذنا الدكتور محمد غنيم الله يديله الصحة، أمين يا رب، كان نبراس جيد لأن يتبعه الكثيرون، وكان نموذج جيد على أرض مصر كأنه مؤسسة جامعية مجانية قطاع عام يحكمها القانون الطبيعي، ولكن أديرت بشكل فعال، وكان هذا هو النكات. صح. طب هل يا دكتور نحتاج لمركز آخر بنفس هذا الحجم وبهذه الكفاءة إن لم يكن أكبر يعني في منطقة أو في إقليم الصعيد؟ احنا نحتاج مثل هذه النماذج في كل مكان في مصر.
اهم حاجه مش التواجد المكان ولا بناء الجدران، اهم حاجه تعليم الانسان طبعا ووضع مناهج اداريه وتوافر الاخلاص والديمومه في الموضوع. يعني اتمنى ان ده يجرى. الى اي مدى دكتور هذا المركز كان علامة فارقة في صحة المصريين وتحديدا في مسألة أمراض الكلى؟ لا، هو هذا المركز كان نقطة انطلاق، لأنه ما قبل بناء المركز وما قبل المنهجية العلاجية والبحثية والتعليمية التي انتهجها المركز يختلف تماما عما بعده. تم إرساء قواعد صارمة، وكنا دايما كما الدكتور هنا يقول لنا احنا نبص لبره ونبص لقدام، ما نبصش تحت رجلينا، على اساس انه العلم والتقدم والمثابره والالتزام بالقواعد الصارمه هو ده كان مقوم النجاح. صح، 100% 100%. انا بشكرك جدا يا دكتور حسن، والف مبروك مره ثانيه، كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد علينا وعلى حضرتك وعلى كل اسرتك الكريمه. الدكتور حسن ابو العنين الاستاذ المتفرغ بكليه الطب جامعه المنصوره، مدير الاسبق لمركز امراض الكلى بجامعه المنصوره، وحاصلا على جائزه النيل في العلوم الطبيه. هرجع واقول لك يعني انا فعلا ليا طبعا شرف كبير قوي 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 أنه أعرف جيدا الدكتور محمد غنيم مؤسس هذا المركز الضخم والعظيم، وبعتبره كمان شرف جدا ليا أنه بيعتبرني أحد أصدقائه الصغار. فأنا رحت المركز ده كتير. المركز ده بالنسبة لي مش بس صرح طبي كبير، وزي ما قال دكتور حسن المسألة مش في الحجم وخلاص، المسألة متعلقة باستدامة وديمومة هذا المركز اللي اتبنى على قواعد سليمة 100% صارمة وواضحة. فانت بتتكلم على مركز عمره أكتر أظن دلوقتي من أكتر من 45 سنة تقريبا، وزي ما هو النموذج ده اللي بدأه الدكتور محمد غنيم ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر، واستمر مع بعد ذلك يعني مع مرور الزمن مع مديرين وأطباء كبار وعلماء عظام جيل ورا جيل ورا جيل يستمر بهذا الشكل، ده النموذج اللي نحب دايما نبقى شايفينه، وده النموذج اللي يثبت لك ان مصر دائما دائما قادرة على انها تبني وتصنع وتخلق او تكون كفاءات أقوى مما يمكن أن يتصوره بقية العالم. ده مركز بيجيله ناس من بره بجد، لا مش من بره المنصورة، ده من بره مصر ومن أدخن وأقوى وأكبر البلاد والمجتمعات. على العموم ألف مبروك مرة تانية لدكتور حسن أبو العنين، ده طبعا مما لا شك فيه، وتحياتي حقيقي من قلبي لمركز الكلى في المنصورة ده، عشان المنصورة بشكل عام والدقهلية بشكل عام أنا أحبهم يعني قوي، والمركز ده بالنسبة لي علامة عظيمة يعني، وبتوريني قد إحنا دايما قادرين يعني. طيب خلوني أرجع مرة تانية معاكو على اسكندرية ومتابعة سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية من موقع العقار المنهار وعن كثب ووسط تواجد كل الأجهزة التنفيذية، زي ما كنت بقول لك قوة الحماية المدنية موجودة، معدات الهيئة الهندسية، ها معدات الهيئة الهندسية في أعمال بقى رفع الأنقاض بتاعة العقار اللي هو 5 شارع خليل حمادة، زمانكم حفظتم خلاص العنوان، في متابعة مستمرة، مفيش حد سايب المكان، مفيش حد سايب الموقع، مفيش حد بيتغافل أو مروح أو مفيش. اسكندرية كلها قايمة عشان الموضوع ده بإذن الله. واحد، نطمن على الناس. اتنين، حاجة عند النيابة. محافظ الاسكندرية الحقيقة وضح، قال إنه في 4 حالات تحديدا أصيبوا إصابات طفيفة نتيجة هذا الانهيار اللي حصل في العقار، وخرجوا بحمد الله وبالسلامة والشكر، الحمد لله والشكر لله. ايضا قال انه حصل حاله وفاه واحده رحمه الله عليه، ويعني نسال ربنا يسكنه فسيح جناته بامر الله سبحانه وتعالى وفي ظل هذه الايام المباركه. وطبعا بنتقدم بالتعزيه لاسر
أو أسرة المتوفي. المحافظ كمان أشار إلى أن حصل تكليف لمدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية بتوفير كل الدعم كل الرعاية لقاطني هذا العقار، وهم تحديدا كانوا حوالي 16 أسرة. المحافظ عمل لجنة من المنشآت، أو يعني لجنة تبدأ تشتغل على المنشآت الآيلة للسقوط، وهذه اللجنة يشارك فيها مجموعة كبيرة من أساتذة كلية الهندسة علشان يتعرف إيه السبب الكامل والمفصل لانهيار العقار ده وبالشكل ده. ده طبعا بالإضافة إنه هتتعمل معاينة علشان التأكد من سلامة المنشآت المجاورة لهذا العقار. المحافظ بيأكد إنه لحد دلوقتي إحنا شغالين بمنتهى السرعة والدقة، ما هيش مجرد سرعة، والدقة من أعمال رفع الأنقاض بتواجد كل بقى الأجهزة اللي كنت بقولك عليها من شوية، وتعمل كردون أمني حول محيط العقار طبعا علشان حفاظا على أمن وسلامة الناس وإبعاد المارة عن موقع الحادث. تعال أخدك على حاجة تانية متعلقة بفرح محسن. مين فرح محسن؟ فرح محسن فتاة مصرية عشرينات اتولدت واتربت في الفرن بتاع والدها في حلوان، وتعودت فرح انها تاخد بعضها تروح تشتغل معاه، تروح معاه الشغل، تروح معاه هذا الفرن هذا المخبز، وتعلمت الصنعه صنعه العيله صنعه الاسره. طب ده معناه ان فرح سابت الدراسه اطلاقا، بتتعلم في المدرسه وبعدين دخلت الجامعه وتحديدا كليه الحاسبات والمعلومات كمبيوتر ساينس، يعني كده ما بين قوسين اللي بيحبوا الانجليزي قوي قد عينيهم. وما اكتفتش بس بكده، لا ده هي كانت الحقيقة تروح الكلية وترجع تقف مع والدها في الشغل علشان تساعده، تعمل بقى الفطير المشلتت وتعمل الرقاق والمخبوزات الحلوة اللي بنحبها والمخروط، عارفين المخروطة وقطايف والكنافة بتوع رمضان وغير رمضان. فرح بقت مشهورة جدا وسط البنات على وسائل التواصل الاجتماعي. ليه بقى؟ لأنه البنات حبوها وبقوا يروحوا يشوفوها وهي بتشتغل ويصوروا معاها فيديوهات وحاجات حلوة كده. الكل يحب فرح لأنها نصحة شطرة بتاعت شغل ومشيت الطريقين دراستها ولقمة العيش، فوق كل ده مبتسمة دائما. شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام. فرح محسن، عندي 22 سنة، بدرس في رابعة نظم معلومات. أنا واقفة شغالة مع بابايا في المحل من صغري، احنا خمس بنات وولد، أنا الكبيرة، كل اخواتي بيدرسوا، ما فيش حد فينا قاعد من التعليم، احنا شغالين كلنا من أكبرنا لأصغرنا في المحل. الشغلانة دي شغلانة جدي وجد جدي، يعني الشغلانة أبا عن جدا متورثة من زمان. هم هنا بقالهم في المعصرة، ليهم اسمهم، بقالهم في المعصرة حوالي 40 سنة، هم معروفين جدا هنا. انزل المحل مع بابايا من وانا صغيره جدا، كنت بروح مدرستي وارجع على الشغل. احنا كمان بنعمل حلويات، مش بس بنعمل الحاجه نيه، يعني احنا بنعمل الحاجه من اول ما تبقى دي لحد ما تبقى حلويات كمان. الحمد لله بنعمل كنافه وبنعمل رق طري وكريب وعيش سوري وقطايف في رمضان. من صغر انا واقف مع والدي، يعني الله يرحمه ويسامحه، هو كان معلمني الشغل ومؤسسني فيها. وبنتي برضو الحمد لله، خمس بنات الحمد لله بيدرسوا تعليم عالي الحمد لله، وبيجوا برضو يقفوا معايا وبيذاكروا ومتابعين معايا في كل حاجه، معايا واقفين معايا في كل لحظه. مفيش حاجه سهله، لازم لمؤاخذه نتعب ونشتغل، من دي مهنه ابويا يعني مهنه اجدادنا، فكنا بنتعلم يعني الشغل فيها وكنا شغالين فيها على طول، فهم واقفين بقى معايا بقى عارفين الشغل ازاي شغال. فرح ابتدت معايا من وهي في ابتدائي، كانت بتروح المدرسه وتيجي برضو تشتغل معايا. فرح دي بنتي الكبيره، كانوا بيقعدوا يعايروني يقولوا انت جايبه بنات جايبه بنات، هتجيبي ولد انت؟ فالولد ده جه في الاخر الحمد لله. فرح الله يبارك لها، هي اللي شايله علينا الشغل وبرضو في نفس الوقت بتعلم،
في الجامعه في سنه رابعه لزوم معلومات، هي اللي مدورانا المحل كله، الناس بتيجي عشانها والله. بقول كل سنه وانتم طيبين، وبقول لاي حد ما يتكسفش، الشغل مش عيب، الشغل شرف، حتى لو راح بيكنس في الشارع والله ما عيب اي حاجه، اي شغل شريف، انا بالنسبه لي هو ده الشرف. انا طموحي، انا دلوقتي باخد كورس انجليزي، انا مستمره في كورس الانجليزي، بس مش علشان اشتغل في شركه او لا، انا كان طموحي في الاول ان انا اشتغل في شركه، بس حاليا طموحي ان انا اطور اكتر بكتير من شغلي، بدل ما يبقى عندي محل لا انا نفسي يبقى عندي مصنع ويبقى ليا براند خاص بيا انا وعيلتي. انا عايزه اقول لكل بنت ان هي ما تتضايقش من كلام الشباب، خصوصا لو هي واقفه في الشارع زيي، ما تتاثرش بيها نظره حد، لو حد ضايقها تحاول على قد ما تقدر تتجاهله، والاهم من كل ده والاهم ان هي تشتكي من لاهله او في حاجه اسمها ربنا. لازم طبعا نهتم بالصلاه بتاعتنا، اي حاجه عايزه تشتكيها اشتكيها لوالدك، ومفيش حاجه اسمها مفيش شغل، لا احنا بلدنا مليانه خير، احنا بلدنا مليانه شغل، مفيش حاجه اسمها مفيهاش شغل، انت لو هتنزل تلم كنز من الشارع هتشتغل. ازيكم وعاملين ايه؟ كله تمام؟ كل سنة وانتم طيبين مرة كمان وعشر مرات، ويا رب يحفظ بلدنا ويحفظ كل الإنسانية. بالمناسبة دايما احنا بيبقى في عندنا كده ايه موسمين كبار جدا، او ثلاث مواسم تحديدا للسينما، صناعة السينما كده تلاقيها بتنتعش وشغالة ما شاء الله زي الفل، يا رب تبقى زي 100 فل و14 كمان. موسم العيد الصغير، افلام العيد الصغير، افلام العيد الكبير، وافلام الصيف، ثلاث مواسم بيبقوا جامدين جدا. أفلام عيد الأضحى وجاذبية هذه الأفلام والإيرادات اللي بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنها تتخطى التوقعات. ليه بتمنى ده؟ لأنه ده معناها طول الوقت أنه في إيرادات كبيرة، يبقى الإنتاج هيفضل يشتغل، يبقى الصناعة تفضل شغالة وتنتعش أكتر وتكبر وهكذا. خليني أخد معانا بقى على التليفون الكاتب والناقد الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي يفتنا في ذلك. إزاي حضرتك يا أستاذ طارق؟ أستاذ يوسف إزايك؟ وحشني. وحشني قد الدنيا. خليك. ربنا يخليك. أستاذ طارق، أنا عجبني إن أنت اتكلمت على الأرقام، برافو عليك، لأنه قولي. السينما صناعة. صح. صناعة يعني لازم فيه رقم. طبعًا. يعني فن طبعًا، فن، بس كمان لازم نتكلم من الأول على الصناعة. أيوه. الصناعة معناها منتج وجمهور وارقام او ايرادات، ثم بعد كده تتحول لافلام وهكذا والعجله تمشي. مظبوط 100%. اذا استاذ طارق يشوف ازاي سباق عيد الاضحى؟ انا بقول لك ان ده هيبقى اقصى، شوف احنا ناقص حوالي بكره تبدا العروض من 9 10 كده مساء من الصباح باذن الله. فانا قبلها هو بحوالي 22 ساعة 23 ساعة ده هيبقى أكبر موسم هيجيب إيرادات. ليه بقى؟ لأنك أنت عند هو نزل فيلم اللي هو بيت الروبي كريم عبد العزيز، لكن الأفلام اللي جاية بقى هي اللي هي معمولة طبقا لمواصفات جمهور العيد. خد بالك، جمهور العيد حاجة وجمهور السينما حاجة. ماشي. طبعا في ناس بتجمع بين الاثنين، لكن يعني القوة الضاربة في الإيرادات هو جمهور العيد اللي واخد العيدية. اوكي، إيه الفرق ما بين الجمهورين يا أستاذ طارق؟ إيه؟ إيه الفرق ما بين الجمهورين؟ جمهور السينما بشكل عام والعيد بشكل عام. جمهور طقسي موسمي. يعني بيخش في عيد الفطر وبعد كده يخش في عيد الأضحى، واخد بالك؟ فهو مرتبط بالعيدية. ماشي. انت عارف ما بياخدش عيديات الا في الاعياد بس. لو كل يوم اوكي. يا سلام، امل حياتي. فالعيديه هي بقى الطقس. طيب هذا الجمهور اللي عنده طقس بيحب نوعيات منها الاكشن منها الكوميدي. صح. يعني ويحب فيها وتبقى اعمال صارخه. منها ايضا نجم هو بيحبه يكون مثلا مطرب زي تامر حسني. وبالذات انه عامل له اكشن برضه، يعني مش اكتفى، الدنيا اتغيرت طبعا، ما عادش المطرب زي تامر حسني بيقدم اغاني او افلام يتقال عليها افلام رومانسيه. أيوه. او غنائيه. أيوه. لا ولا حتى غنائيه،
لا ده افلام اكشن صريح. تامر عاده كان بيقدم الافلام بطابع كوميدي. طبعا الجزء الكوميدي مهم، وغالبا هيبقى الثلاث افلام اللي لسه هنتفرج عليها فيها تاتش كوميدي. فيها هامش من الكوميدي الثلاثه، برغم انه مختلفين في البناء، لكن مؤكد انه عمقها ما فيه دايما لمسات كوميديه. حلو. يمكن يبقى اكثرهم مباشره في الكوميديا فيلم بتاع احمد فهمي مستر اكس. ده هيبقى كوميدي كوميدي ده. يعني ده هيبقى كوميدي، الرهان على الكوميديا، ورهان ايضا على صوت احمد سعد. تعرف احمد سعد دلوقتي طبعا ارتفع نجمه قوي. ما شاء الله، يستاهل بصراحه. جماهيريته ارتفعت فعلا، اصبح ورقه رابحه. يعني ده ذكاء من صحيح. المنتج اللي هو السبكي، ان هو جاب ورقه الجمهور بيحبها جنب نجوم الفيلم. حلو جدا احمد. طيب ده كده مستر اكس، احمد فهمي، واحمد سعد. بعبو او البعبو ده امير قرار، الاكشن الصريح طبعا. وهو بالذات ابتعد شويه عن السينما على حرب كرموز، بس كان جايب رقم كبير. صحيح. فهو ده المجال بتاعه وانت مصدقه. لان امير يعني مصدق في الاكشن، مش كل حد يعمل اكشن بتصدقه. امير خد السكه بتاعت الاكشن من ناحيه، ومن ناحيه تانية كمان بنائه الجسماني كده زي ما بيتقال لايق على الاكشن. ما هو بناء الجسماني ولياقته البدنيه جزء مهم قوي في مصداقيه طبعا بطل الاكشن. ليس ان هو ممثل، يعني انا ما بشوفش امير قراره ان هو مجرد عنده قوه جسديه، ما هوش صحيح مبروك يعني مثلا، واخد بالك انت بتعتبر، لا هو 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 جواه ممثل، ولكن الاكشن الصريح هتلاقيه سد مطلوب. صحيح. يفضل لنا انه تامر هيبقى اكشن كوميدي بقى، لانه قايم على فكره الابطال الخارقين وسوبر هيروز وحاجات زي كده. طبعا. وتامر عنده الحقيقه لازم نقول ان هو اكتر مطرب بعد عبد الحليم حافظ عامل السينما كقضيه ومشروع. صح. يعني هيعمل رصيد، ممكن يبقى ده فيلمه مثلا رقم 11، مش متاكد 11 او 12، وده رصيد كبير جدا. انت عارف عبد الحليم كل اللي عمله 16 فيلم او 15 وتلت، فانت لسه قدامه تامر، وكل سنه تقريبا بيقدم فيلم، وكل سنه بيجيب ايرادات. فهو اكتر مطرب خد السينما بشكل جدي جدا وعمل رصيد. ده صحيح. له رصيد سينمائي. ده صحيح. ما تعاملش مع السينما باعتباره مطرب. مش هتكتفي بالاغاني، هتتكلم كمان عن الافلام. لانه تامر ما تعملش مع السينما زي ما حضرتك قلت، مش باعتباره مطرب، اتعامل معها باعتباره ممثل. هو غير مستهدف مطرب حتى لو ما طلعش مطرب، بس انت في الاخر بتوظف محمد عبد الوهاب المطرب المعروف في فيلم، فبتظبط له بقى بقيه الحكايه. مظبوط. وفريد الاطرش وعبد الحليم وليلى مراد. صحيح. يعني كل الاسماء العظيمه، وام كلثوم كمان، كل الاسماء العظيمه، وشادية، انما شادية في البدايات طبعا، لكن هنا لا، تامر راح في سكه ثانيه خالص، ان هو بيمثل وبيلعب ادوار اكشن وفيها عنف، فهو لا راح في سكه مختلفه حتى عما توارثناه من فكره المطرب عندما يمثل، وده اللي مديله عمره. خد بالك، هو ايه اللي خلى السينما الغنائيه تموت؟ احنا عشنا في زمن ان الفيلم الغنائي رقم واحد. واغلى اجر بياخده المطرب اللي بيمثل. طبعا. عبد الحليم لا، وقبلهم طبعا ليلى مراد رقم واحد، كان دايما هو ده كان العنوان. اللي حصل ان لما طلع الفيديو كليب بقى بيشوف المطرب كتير اغاني فيديو كليب، فما عادش ليك يعني رغبه انك كمان تتفرج عليه فيلم. ما انت شايف فيلم مكثف اللي هو الفيديو كليب. أيوه. ممكن يتم توصيفه فيلم مكثف، في 5 دقائق بتعمل حدوته وحكايه ومطرب بيغني. فمات الفيلم الغنائي حقيقة. كويس. ممكن فدخل تامر بزاوية أخرى، أنا مش هعمل فيلم غنائي. أفلامه فيها أغاني بس ليست أفلام غنائية، مش أقول إنه فيلم غنائي، لا، قد يكون فيه أغاني لكن مش ده هو البطل. تامر ذكي، مفيش كلام. طب سؤال أخير يا أستاذ طارق، إنه مين اللي ممكن يجيب ايرادات اعلى؟ يعني لو انا حسبت بعد العيد الايرادات وكل حاجه، ايرادات عيد الاضحى هتبقى اكتر ولا ايرادات عيد الفطر هتبقى اكتر؟ لا، عيد الاضحى اكتر.
ليه؟ لان انت عندك في عيد الاضحى قوه ضاربه متعدده. بالنسبه للعيد الصغير او عيد الفطر كان عندك فيلم اللي هو بتاع محمد رمضان اللي هو هارلي وبعد خمس ست ايام خد العيديه وما جابش ايرادات، لان الناس حست ان الشريط خذلهم، شريط السينمائي مش بالقوه. راحوا دفعوا تذكره فعلا لمحمد رمضان لانه كان خارج من جعفر العمده. ايوه قوي جدا. ايوه لكن ما لم يصمد كويس، وده كان العنوان. انت المره دي لا اتصور يعني، طبعا احنا لسه انا شفت بس بيت الروبي، ثلاثة افلام لسه هشوفهم بكره. شفت بيت الروبي؟ ها اقدر اقول لك انه الرهان اللي هو المنطقي انه الايرادات اعلى، الايرادات في العيد الاضحى اعلى. هنا 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 هبقى عايز بصراحه اسال سؤال كمان. حضرتك شفت بيت الروبي واحنا لسه منتظرين ان احنا نشوف البعبع ونشوف تاج تامر حسني، تتوقع مين في الثلاثة؟ ومستر اكس كمان. مستر اكس. مين في الأربعة؟ أو يعني مش هقول لك بقى يطلع من نمرة واحد، يتوقع أستاذ طارق يرتبهم إزاي من واحد لأربعة؟ شكلها بص هو في حصان أسود معرفش إلى أي مدى هو مستر اكس. لكن نظريا نقول إيه إنه تاج لجاذبية تامر حسني القوية جدا مع الأطفال كمان، واخد بالك، وجمهور العيد أنت عارف جزء كبير منه أطفال. أيوه هيبقى هو رقم واحد، هينافسه أمير كرارة البعبع لأنه فيلم أكشن. ماشي. لكن أنا لا أنكر على إنه ممكن تحصل مفاجأة من مستر إكس. تتوقع لكن نظريا ده اللي أنا بقوله. طيب يا مسهل، على كل حال كل سنة وحياتك طيبة يا أستاذ طارق، وكل طيب. مصر طيبة يا رب، ونحن في انتظار أفلام العيد كلها تنزل وتجيب أعلى إيرادات. يعني مسألة الترتيب دي الواحد بيحب يسأل عليها عشان نحب نفهم برضو كده ونتوقع وما إلى ذلك. أنا اللي يهمني أنه كل الأفلام تنجح، كلها تعدي إيراداتها القياسية أو الإيرادات القياسية المعروفة عن نجومها. كريم جامد جدا، أمير جامد جدا، تامر معروف، فهمي وأحمد سعد يعملوا دويتو مذهل بصراحة. وبالمناسبة أحمد سعد كمان دمه خفيف قوي قوي يعني. المهم فأنا أتمنى أن هم يعدوا الإيرادات القياسية المعروفة عندنا في السينما المصرية، وما بين قوسين من غير مبالغة يعني، لا يعني ان احنا نوصل لإيرادات قياسية اكبر من تصوراتنا شيء، وان احنا نبالغ في تصريحاتنا عن الإيرادات ده شيء تاني. طيب تعال اخدك وروح على حاجة مهمة تهمنا جدا كبرنامج. ليه؟ انا من الناس اللي سعيدة وفخورة جدا بمنظومة التأمين الصحي الشامل. احنا اشتغلنا في مصر كلنا هذا المجتمع كله، وهيئة الرعاية الصحية بطبيعة الحال مصر اشتغلت على الفكرة دي، موجودين في خمس محافظات. بنعتبر انه كان في الاول بروتوتايب موجود في بورسعيد، وبعد كده بدأنا نكمل على مدن القناة، وبدأنا نخش على الأقصر الى اخره. المنظومة فعلا ماشية كويس، والمنظومة دي عند اكتمالها ووصولها للسبعة وعشرين محافظة حقيقي الرعاية الصحية في مصر هتبقى حاجة تانية، حاجة تانية خالص خالص. احنا خدنا بعضنا واتكلمنا كتير عن منظومة التأمين الصحي الشامل، اتكلمنا اكتر من مرة بالتحديد على مجمع الطبي بالإسماعيلية، وهو مجمع وصرح عظيم، ليس من سمع كمن رأى. فرحنا علشان نشوف حضراتكم شفتوا الحلقة اللي فاتت بتاعت امبارح بالتحديد. وفي حلقة امبارح احنا كنا مهتمين جدا مش بس ان احنا نشوف المكان والقائمين عليه وتجهيزاته واستعداداته، لكن احنا كنا مهتمين قوي 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 بآراء المنتفعين من هذه الخدمة. وامبارح قلت لك في المقدمة ايه؟ اتفرج على الحلقة كويس لانك هتشوف حلقة فيها آراء الكل. سعدت جدا لما لقيت في بوست عمله الدكتور أحمد السبكي بجد يعني، وكتب ما نص، أيوة هو اللي قدامكم وأنا أبو كمامة أيوة ما في اشتراطات برضو يعني. سعدت بزيارة الإعلامي يوسف الحسين، إحنا أسعد يا فندم والله، ربنا يخليك يا رب، مقدم برنامج التاسعة أحد النماذج الإعلامية الوطنية لتقييم أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، ربنا يخليك برضو جدا على هذه المجاملة، والاستماع لآراء المنتفعين حول خدمات المنظومة.
والتي تعد شهاداتهم لنا ورضاءهم عنا تتويجا لعمل ومجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية إليهم، ودافعا للاستمرار نحو تحقيق المزيد من توفير الرعاية الصحية لأهالينا بأعلى معايير الجودة العالمية. شكرا لكل القائمين على العمل في مجمع الإسماعيلية الطبي، وشكرا لكل القائمين على العمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل. هاشتاج مجمع الإسماعيلية الطبي، هاشتاج الهيئة العامة للرعاية الصحية، هاشتاج مستقبل صحة مصر. صحيح، هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل ده هو مستقبل صحة مصر. طيب خليني هنا أخذ معانا على التليفون الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا يوسف. إزاي الصحة؟ كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بالصحة والسلامة. المصريين كلهم بخير، وعيد سعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اللهم أمين. هقول لك إزاي الصحة مرتين، إزاي الصحة بتاعت حضرتك مباشرة، وإزاي الصحة بتاعت هيئة الرعاية الصحية وتحديدا في محافظات القناة. وحضرتك أكيد شفت حلقة امبارح، صح ولا إيه؟ طبعا اتفرجت عليها بالكامل. طيب حلو جدا، يا بختنا. شهادة وتتويج لهيئة الرعاية الصحية والمجهودات اللي بتتم على أرض الواقع، وحقيقي فخور بالبرنامج الوطني اللي حضرتك بتقدمه. الله يحفظك اطلاقا، ما تقولش كده ابدا، ده احنا اللي فخورين بيكم ومعتزين بالجهد اللي بتقوموا بيه. وفي الاطار ده كنا احنا حريصين ان احنا نسمع كل الاراء، وكان في اراء شايفه ان احنا ممكن نطور. بتتعاملوا ازاي مع الاراء دي يا دكتور؟ طبعا احنا الهدف الاساسي والرئيسي لهيئه الرعايه الصحيه هو التطوير الدائم، وعشان كده احنا في هيئة الرعاية الصحية وطبقا لقانون رقم 2 لسنة 2018 وهو قانون التأمين الصحي الشامل اللي قسم الهيئات لثلاث هيئات رئيسية، منها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اللي هي لازم تنزل علشان تراعي معايير الاعتماد في الوحدات الصحية والمراكز الصحية والمستشفيات. علشان اقدر احقق المعايير دي لازم يكون في تطوير شامل وبشكل مستمر لمنشآت هيئة الرعاية الصحية علشان أقدر أقدم خدمة بجودة محترمة يرضى عنها الجميع. جميل جدا جميل جدا. بعض المنتفعين كان عندهم في بعض آرائهم متعلقة بتسهيل بعض الإجراءات، تقليل مدة الانتظار، حاجات من النوع ده، هنعمل فيها إيه يا دكتور؟ يعني كانت هيئة الرعاية الصحية لها سبق في إنشاء إدارة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الصبحي. حلو. علشان تبقى مختصة برضاء العاملين، برضاء المنتفعين. جميل. وعلى النقيض إدارة برضو أو وحدة عشان برضو رضاء العاملين. الإدارة الخاصة برضاء المنتفعين يتتبع السيد رئيس مجلس الإدارة، ولها ولها في كل فرع إدارة مماثلة، وفي كل مستشفى وفي كل وحدة وفي كل مركز، عشان تقدر تنقل الصورة الحقيقية اللي موجودة على أرض الواقع من شكاوي المرضى، وتقدر من خلال رئيس الهيئة ومن خلال المدير التنفيذي ومن خلال رئيس الفرع إن هي تحط حلول لكل التحديات وكل المشاكل علشان تقدر تسهل على المريض إن هو ياخد خدمته بسرعة وبدقة وبجودة عالية جدا. حلو، كلام جميل. هل ده حقيقي على أرض الواقع؟ ده حقيقي على أرض الواقع. طيب هل رئيس الهيئة أو الرعاية الصحية اعتمدت على ده بشكل أساسي؟ لا، عملت الفيدباك ماشين اللي موجودة في كل مستشفياتنا، من خلالها يقدر المواطن يدخل على الماشين دي ويدي الفيدباك عن تقديم الخدمة أو عن الدكتور اللي بيقدم الخدمة أو عن التعاملات الإدارية اللي بتتم داخل المنشأة، وبتوصل رئيسيا لرئيس الهيئة علشان يقدر سيادته هو قاعد يقدر يشوف نسبة رضاء المنتفعين في المنشآت عنده وصل لحد فين، ويقدر يشوف الخلل اللي موجود فين ويقدر يشتغل عليه من خلال الإدارة التنفيذية علشان يسد أي خلل موجود، يقدر يسد أي خلل موجود ممكن يعطل خدمة مريض.
طيب ده كلام جميل جدا. انا دايما في شغلانتي تحديدا، طول ما انا في البرنامج، طول ما انا في الاستوديو، ارتدي قبعه واحده هي قبعه المذيع. اول ما بنزل للعمل الميداني زي ما بيتقال والف واقعد مع اهالينا، لازم ارتدي القبعتين، قبعه المذيع لان انا نازل شغلي وعايز اعمله كما يجب ويبقى ضميري مرضي، وقبعه النائب البرلماني وعايز برضه يبقى ضميري مرضي. هنا هقول لك نواب القناه ونواب بورسعيد بالتحديد يقرؤونك السلام، ويوسف باعتباري نائب عن وسط الدلتا اقرئك كل السلام. واقول لك كان في شكاوى في حلقه امبارح، شكاوى محدده شديده الوضوح، هنتعامل معاها ازاي يا دكتور؟ يعني احنا ايه نوع الشكاوى اللي قابلت حضرتك امبارح، ومن خلال نوع الشكوى اقدر اقول لحضرتك ايه نوع التعامل اللي هيتم؟ طيب شكوتين رئيسيتين، شكوى منهم كانت من سيده كبيره في السن تجلس على كرسي متحرك وبتنتفع من هذه الخدمه، وهي الحقيقه بتشيد بالخدمه، لكن كان في شكوى انه هي ليها دواء علشان تقدر تحصل على المقرر الشهري بتاعها مثلا من الدواء، لازم هي اللي تروح بنفسها علشان تحصل على الدواء، في حين ان اسمها مدرج وفي الكارنيه بتاعها وكل حاجه، وبنتها تقدر هي اللي تحصل عليه. وبنتها قالت اذا حصل لا قدر الله ان امي متوفيه، في النهايه هي وزاره واحده اسمها وزاره الصحه، هي هيئه واحده، وبالتالي يا جماعه لو حصل حاله وفاه ده اكيد هيسمع على السيستم عندكم، وبالتالي مش هتصرفوا لي الدواء، لكن طول ما امي عايشه احنا كده بنجهدها انها لازم تنزل وهي كبيره في السن ومريضه وبتتعالج من العمود الفقري ومفصل الركبه، فلازم ننزلها من البيت تروح تجيب الروشتة بتاعتها. ادي اول واحده، هنعمل ايه؟ طيب يعني يمكن احنا اتكلمنا في النقط دي كتير جدا، والدكتور احمد بصراحه يعني وصل لحلول شديده جدا وقويه جدا ومحدده وواضحه جدا. اولا احنا عندنا الزيارات المنزليه للمرضى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، وكان في مبادره ثانيه لتوصيل الادويه للمرضى المزمنين حتى منازلهم. كويس. وكان في حل ثالث اللي احنا نبعت طبيب الاسره لحد البيت يشوف المريضه، لو هي فعلا محتاجه دواها ومش محتاجه تغيير في الجرعات ومش محتاجه اي فحوصات ثانيه جديده، مثلا لو عندي مريضه سكر فانا مش هفضل اصرف دواء السكر شهري من غير وجود المريضه يا في المستشفى يا في الوحده يا اما في المركز، من غير ما اسحب تحاليل واتابع السكر، هل السكر منتظم على العلاج اللي انا بديه لها ولا السكر مش منتظم فمحتاج اعدل في الجرعات او اغير في الدواء. فده الهدف الاساسي من ان المريض يجي او انا اروح له علشان التاكد من ان الجرعات اللي بياخدوها فعلا تتطابق وتتماشى مع علاجهم وامراضهم. حلو. بدون زياده او نقصان. مثلا هدي لسيادتك مثال بسيط جدا، ممكن هذه السيده تكون مريضه ضغط او سكر وماشي على نوع معين من علاج الانسولين او من علاج الضغط، وبالتالي انا كطبيب اسره وهتكلم بلسان طبيب الاسره، انا قبل ما بكرر صرف العلاج الشهري لمريض السكر بتاعي انا محتاج اكون مطمن، في بعض الاحيان محتاج اكون مطمن ان نوع الانسولين اللي انا بديه هل فعلا جايب نتائج كويسه معاها ولا سكرها ملخبط، فبالتالي انا محتاج ان انا اعلي الجرعات او اقلل الجرعات او اشفت من دواء سين لدواء صاد، فبالتالي انا محتاج اشوف المريض بغض النظر هل هشوف المريضه في المستشفى او في الوحده او من المركز، او اللي انا هتوجه من خلال زيارات طب الاسره المنزليه لحد بيتها وهنشوفها. طيب يبقى احنا عايزين الحالات اللي زي هذه السيده الفاضله. انا اشوف المريضه. ايوه، يبقى الحالات اللي زي هذه السيده الفاضله هنحتاج انه طبيب الاسره يروح لها مقر اقامتها. بالظبط بالظبط، وده بيتم. ما هو ما تمش بقى مع الست دي. ما بيتمش يعني، يمكن دي حالات فرديه شويه، ولكن محتاج مننا برضه
زياده التوعيه للمواطنين، محتاجين زياده توعيه اكتر مننا، وتوعيه على الكول سنتر نقول لمواطنينا والمشتركين في التامين الصحي الشامل ان هو حضرتك لو من كبار السن ومش قادر تنزل تروح الوحده الصحيه عشان تصرف علاجك، لو حضرتك مش هتقدر تنزل احنا هنقول لحضرتك ان احنا محتاج هنقدر نودي لك العلاج لحد بيتك لو انت دواء مزمن مش محتاج تغييره ومستقر على العلاج ده بشكل مستمر، فده هيبقى سهل يسهل علينا ان احنا نودي لك العلاج لحد البيت. طيب ونزيد تاني التوعيه نقول ما نفكر مع بعض بصوت عالي يا دكتور مصطفى. اتفضل. انا الهيئه وانا المجمع الطبي باسماعيليه، فانا اللي عندي الملفات بتاعه المرضى، فانا اللي عارف انه المريض اللي بيتعالج عمود فقري وبيغير مفصل ركبه وسنه يا مش عارف كذا، خلاص انا عارف وده عندي في الداتابيز. بالظبط. فانا هروح واخد الداتابيز دي. ايوه هروح واخد بقى الداتابيز دي واحطها على طول في مساله الرعايه المنزليه، سواء اذا كان الطبيب الاسره او ايصال الدواء حتى محل السكن على طول. يعني مش هبقى محتاج انه المريض يجي لي ويحط اسمه او يقول لي او يتصل بالتليفون، يعني المساله في ايدي بصراحه سهله. يعني اعتقد ان ده في الوقت الحالي مش هيبقى يعني عندي عدد من الاطباء الكافي اللي هو ينزل يودي ال 50 او 60 الف مريض مزمن علاجه بشكل شهري جوه منازلهم. ولكن انا ممكن اشتغل على ان انا اسلكت الحالات اللي هي ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه وكبار السن مثلا، ان انا اقدر اشتغل أنا موافق. على ده واقدر يعني وده بيحصل على فكره يعني طيب اذا في الحته يعني دي سنويا في شهر رمضان احنا بنوصل جميع العلاج لكل ذوي الامراض المزمنه. ده كلام جميل. احنا متفقين على انه، وانا قلت الكلام ده في البدايه، احنا عاملين بروتوتايب، دي نماذج اوليه. يعني مش بس بورسعيد هي البروتوتايب بتاعنا، يمكن الخمس محافظات اللي فيهم التامين الصحي الشامل دول هم البروتوتايب. ده بالظبط عامل كده زي ايه، انا بدات التجربه فقاعد عمال بتعلم وانا ماشي. انا هحتاج من حضرتك تشوف الحلقه بتاعت امبارح تاني، وهتلاقي المريضه عايز مش بس هي نراجع بس الحالات المشابهة ونلاقي طبعاً حل بإذن الله. أرجوك يا دكتور طبعاً طبعاً وأنا طبعاً واثق أنكم هتلاقوا حل. الحاجة التانية، سيدة فاضلة أيضا كانت بتشتكي من إيه، ست قالت بصراحة جملة جميلة جدا، قالت أنا إحنا يا جماعة عارفة كويس إن كأننا في سنة أولى وبنطلع سنة تانية وبنطلع سنة تالتة، والخدمة هتتطور وتبقى أفضل بالوقت بالتدريج، وهي متفهمة ده وقالت كده نصا، وقالت أنا سعيدة بحاجات كتير بتجرى في البلد نصا كده، ده كفاية الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، بس أنا عايز وقالت الدكاترة حتى بالتعبير كده الدكاترة زي العسل. طب بتشتكي من إيه بقى لما كل حاجة كويس؟ قالت لي بس الموظفين يتعاملوا معنا بهداوة أكتر، يطولوا بالهم معنا أكتر، فاحنا عايزين الموظفين يتعاملوا بالهداوة شوية. طبعا يعني يؤخذ في عين الاعتبار راي الست العزيزه، يعني ومفيش مبرر على كلامها خالص، يعني الست ليها كل الحق وده حق من حقوقها الاصيل ان هي تتعامل بشكل يليق ويحترمها. فيعني ان شاء الله نشتغل على ده ماشي، ولما ماشي بنلاقي عناصر زي دي احنا يعني طبعا رئيس الهيئه بيستبعد الناس دي فورا، يعني كلنا شباب صغير في السن نشتغل وبنتعلم وبنتشرف نشرف بلدنا وعلشان نعمل حاجه تشرف مصر. طيب تقدير عندنا من الحلول ما يكفي لحنا نتعامل مع هذه المشكلات. طيب هذه السيده ايضا انا حابب اسالك على جزئين، يعني هذه السيده الفاضله ايضا قالت احنا علشان نصرف الدواء انا ما عنديش مشكله اجي اصرف الدواء، بس بيبقى في عندي مشكله ان انا افضل قاعده مستنيه 3 ساعات لحد ما اصرفه، وبصراحة برضو عندها حق. يعني اللي أنا عايز أقوله يا دكتور، الناس مبسوطة بالخدمة اللي بتقدم ومبسوطة بشكل التقديم بتاع الخدمة في القطاع الطبي تحديدا، ومبسوطين بالخدمة من حيث المكان والأجهزة وجودة التحاليل وجودة الأشعات، بل وقالوا لي حتى على الفلوس اللي بتدفع حتى لما بقول لها كم، قالت لي ده كلام فارغ
بالظبط كده. قالت لي ده كلام فارغ، الفلوس كلام فارغ، اي كلام مش مهمه. انا اللي وقالت لي كده والله العظيم نصا قالت لي بالظبط كده، انا يكفيني ان الريس خلى الغفير زي الوزير، كلنا زي بعض وبنخش ناخد الخدمه زي بعض. لكن هي في حاجات كده اللي هي الزغنططه دي، يعني موظف يتخلق على الناس، نلاقي طابور انتظار طويل يبقى بالساعتين وبالثلاثه وبالاربعه عشان ناخد الدواء، ست كبيره بتضطر تنزل بنفسها علشان تروح تجيب الحاجه، يعني الحاجات دي اللي احنا عايزين نظبطها. عشان كده انا بقول لدكتور مصطفى شعبان بميل عليه، اقول له النبى دكتور، خصوصا ان احنا في بينا صديق مشترك عزيز حبيب فرغالي، اصل فرغالي اخويا يعني، فانا بروح مميل اقول له ايه، والنبى يا دكتور انا عايز ابقى وسطه الشعب عند الهيئه، والهيئه مش محتاجه مني توصيه ولا عايزه وسايط، احنا بنشتغل سوا كلنا بنشتغل سوا. فوالنبي استاذنك، هي الحلقه 40 دقيقه مش طويله قوي، بص عليها كده، وعايزين الايه الحالات دي مش بالتحديد هم، يعني كده كده عايزين نحل قصتهم، لكن بشكل عام بقى الحالات الشبيهه بده عايزين، وهناخدها واحده واحده ومراحل، وان شاء الله كله يبقى 100 فل و14. انا عاوز ارد بس على الست اللي انتظرت 3 ساعات. ايوه انت طبعا عارف اهالينا الكبار في السن، يعني يمكن والدتي حد منهم، لما اقول لها مثلا انت ميعادك النهارده عند دكتور القلب الساعه 6، هي بتروح من الساعه 5 وبتروح من الساعه 4 وبتروح من الساعه 3. أيوة. هي معتقدة ان هي لما هتروح بدري ساعتين هتدخل بدري الاول. أيوة. فده برضو دورنا او دور من ادوارنا، احنا لازم برضو نعيد التوعية ويعني ونعيد ونكرر التوعية للناس عشان خاطر الناس تبدأ تلتزم. معاك اللي موجود انا معاك 100%. شوف اصلا يعني انا نفس القصة، انا امي ربنا يديها الصحة عندها جملة، يا ماما ده الميعاد الساعة كذا، تقول لي احنا هنروح بدري، اقول لها ليه؟ تقول لي انا استنى القطر، القطر ما يستنانيش. فانا امي كده في كل حاجه، ممكن تروح بدري ساعتين عن الميعاد، بس اقول لك انا اللي استنى، لكن مفيش حاجه هتستناني، افرض الدور فات، لا احنا نستنى. فانا فاهم ده ومقدره، انا اللي بقوله واحنا متفقين عليه انا وحضرتك، ان احنا بنزق مع بعض، هنشتغل مع بعض، هنحل اي حاجه باذن الله تقف قدامنا. دكتور مصطفى انا سعيد بيك وسعيد بالمكالمه، زي ما انا سعيد جدا بدكتور احمد السبكي وسعيد بالعقاد وسعيد بالكل، لانه سعادتي الحقيقه مبنيه على انه زي ما قلت كده كوادر شابه رائعه عظيمه جدا. انا واحد من الناس، انا مواليد 75، يمكن اكون اكبر من حضراتكم شويه، بس الجيل بتاعي والجيل بتاع حضراتكم ولا كان في حلمنا انه حد فينا يتولى اي شيء في هذا الوطن الا بعد ما يتم 55 سنه، وكانوا يقولوا لنا بعد ال 55 دي يقول لك ايه، وانا الاوان لتولي الشباب، شباب ايه واحنا عندنا 55. فالنهارده لما بشوف ناس زي الفل عندها تلاتينات ومطلع اربعينات وبتتولى مهمه عظيمه زي دي، انا ببقى سعيد ومطمن حقيقي. فانا اشكرك يا دكتور، كل الشكر دكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، شكرا يا دكتور سبكي، شكرا يا دكتور عقاد، شكرا لكل الناس اللي بتشتغل في هذه الهيئة، لأنه الهيئة دي فعلا 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 مستقبل صحة المصريين. بصوا يا جماعة، والله 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 وإحنا بكرة عندنا وقفة عرفة، خد بالك ودي أيام فضيلة ومباركة من عند ربنا. التأمين الصحي الشامل ده واحد من أجمل ومن أروع إنجازات الجمهورية الجديدة. أنا دايما أقول لك فيروس سي ده لو ما كانش في حاجة غيره اتعملت في بلدنا يكفي. عارف إخواننا في الخليج يقول لك كفى ووفى؟ أهو فيروس سي لوحده، أنا بكلمك على حاجة واحدة بس تكفي وتوفي. أمال اللي حصل في الكورونا ولا 100 مليون صحة ولا التأمين الصحي الشامل، ما يحدث في القطاع الطبي المصري ومنظومة الرعاية الصحية المصرية ولا كان في خيال ولا واحد ولا واحد. أنا عندي 48 سنة، عد علي يعني عدد لا بأس به من الأنظمة والرؤساء، ولا واحد عمل اللي عمله الرئيس السيسي.
على عيني وعلى راسي اي حد يا عم. شوف بقى لحد فين، مع ان في ناس انا ما احبش اسمع حتى اسميها، بس يلا. محدش حس بوجع المصريين وألمهم ولا اشتغل على رفع هذه المعاناة. ده انا بقول لك كل ده بس على الصحة بس، مش على حاجات تانية كتير. قد الراجل ده. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل في لقاء محبب للنفس. وسبحان الله النهاردة الاثنين وبكرة وقفة عرفات، فيبقى معانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا. اهلا 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 بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. كل الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر. كل سنة وحضرتك طيبة مولانا. والجميع بخير وسلام. اللهم امين. بكرة بقى عرفة. بلا شك. كل سنة وحضرتك طيب. خير يوم من طلعت عليه الشمس. الله اكبر. طب هبدأ الاول بحاجة بقى متعلقة بالحج. حجة الوداع والخطبة اللي قالها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وما تضمنته هذه الخطبة وهذه الكلمات من إرساء مبادئ حقوق الإنسان، حقوق البشر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتنم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تواجد آلاف مؤلفة من شتى البقاع والأصقاع والدول والشعوب في أرض عرفات ليبلغ البشرية إلى يوم القيامة حقوق الإنسان كإنسان. لذلك هذه الخطبة ما ذكر النبي فيها صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا، ولم يخص المسلمين على وجه الخصوص، بل جعلها يا بني آدم يا أيها الناس. فالخطوط العريضة وهذا الذي يجب أن نترجمه بأفعالنا للناس. قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. يبقى كل عمليات العنف السلوكي سواء الفكر من التكفير أو إراقة الدماء أو إتلاف الأموال أو انتهاك الأعراض خارجة تماما عن الإسلام. كل الجماعات التي تمارس هذه الأشياء بتعاند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا داعي أن احنا نفتح ملفات الماضي، خلينا في الحاضر. المتسلفة، الإخوان، الدواعش، ولاة الشيعة، كل من يمارس العنف بأنواعه وأنماطه هيخالف النبي في الحياة التطبيقية التي أرساها للبشرية. لما يجي النبي بقى يأمن البشرية إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، المتلاعبون والمكترئون بقى هيدعي مرة النسخ، هيتغابى يتعامى. ولو أن المسلمين فقهوا هذه الخطبة واحترام الإسلام للمرأة والدعوة للمساواة بين الناس، يعني بعض الناس بيصدروا للناس الأنا، يريدون أن يجعلوا الجنة وقفة على المسلمين، الإيمان وقفة على المسلمين. لا، الرسول عليه السلام ما ظلم أحد عليه الصلاة والسلام وما اعتدى على أحد. الغريب أن في ناس تتغابى وتتعامى عن آيات الصفح والعفو والتسامح والتعددية الدينية ويمسكوا بقى إيه التكفير للآخرين وبيجتزئ الآية وبيتعامى عنها. يعني خلي بال حضرتك، التعددية الدينية موجودة في الإسلام طبعا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة
إن الله على كل شيء شهيد. الله يفتح عليك. الاحترام الإسلام للمرأة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم بكلمة الله. وبعدين الرسول بيحذر الأمة لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. امتى نتخلص من الجينات الوراثيه بتاع عبس وزبيان وان الكلمه اما بالسيف يا اما بالرمح؟ ليه ما نجيش للفكر ده؟ امر مقرر في القران سوره سبأ وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. مفيش اعظم من ديمقراطيه فكريه في اي دستور مثل هذه الايه في سوره سبأ. لكن لسه ما كانش يفرض رايه بالسيف والرمح ها والتقتيل وتأويل خاطئ لإراقة الدماء، وإلا ما وجدت خلينا في المعاصر الحروب في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وكانت في سيناء المصرية وليبيا والجزائر والصومال ونيجيريا. إيه اللي بيحصل؟ هي الدماء دي كلها مكتوب عليها المسلمين ليه؟ ما انا بقول لك لو فخ هذه الخطبه لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الم يسمعها السلفيه؟ الم يسمعها الاخوان؟ الم يسمعها الدواعش؟ الم تسمعها ولاة الشيعه؟ ما سمعوش الكلام ده ليه؟ افهم. لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبعدين يقول لك النهارده بعض المشنجين عمالين يشتموا في اليهود ويشتموا في المسيحيين ويقول لك الغرب الكافر. ما انت بتركب طيارات الكفار اللي بتقول عليهم وبتستخدم ادويته وبتستخدم التقنيه الحديثه بتاعته. انت بس عمال تقول كفار. اللي عمال يكفر في اليهود والمسيحيين هو اخترع ايه للبشرية؟ بس كده هو انت مين سمح لك تكفر ولا تقرر ان هذا مؤمن وهذا داخل النار وهو داخل الجنة؟ مين سمح لك؟ اللي بيكفر ده افاد البشرية في ايه؟ افادها في ايه؟ فيزياء الفضاء؟ افادها في ايه؟ في الكيمياء العضوية؟ انا عايز افهم. كل الناس التكفيريين دون استثناء واحد يذكر استحالة تجد بينهم عالم في اي مجال. مفيش. طب هستأذنك يا مولانا هنروح لفاصل. نعم. ونرجع بعد الفاصل نكمل بعض هذه النقاط واللي تفضل بها الرسول الكريم في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، لانه ربنا سبحانه وتعالى بعت الرسول لينا هدى ورحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ووجه الرسول بحسن الكلام. نعم. وحسن اللسان. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. نقول ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا الرسول بالهدى وبالرحمه واوصاه ووجهه بحسن الكلام وحسن اللسان وبحسن الموعظه وبالحكمه. نعم. مال الناس التانيه دي بتجيب الكلام ده منين؟ الناس التانيه اللي هم اهل الارهاب وسدنه التطرف والغلو لا يشغل بتقويم نفسه، هو مشغول بغيره، هو ده الإرهاب. يعني ربنا في القرآن الكريم يقول بل الإنسان على نفسه بصير، هو مشغول بغيره، مشغول بغيره أنه عايز يدخل غيره النار وهو كأنه يحتكر الجنة، وشتائم وسباب ويعني حاجة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. شوف سيدنا النبي عليه السلام بينظم المجتمع في خطبة حجة الوداع، الأول بينبه على تحريم الربا، إن ربا الجاهلية موضوع، وبعدين بيعالج الثأر القبلي والطائفي، يقول وإن دماء الجاهلية موضوع، ويضرب المثل، يقول إن ربا الجاهلية موضوع، كان في ربا لبعض الناس مش هذكره من بني هاشم، يقوم يضرب المثل يقول إيه تحت قدمي. وبعدين ابن عمه كان له ثأر وقتل ظلما
ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب يقول عفى عنه، فضرب المثل بنفسه في تحريم الربا في بعض من بني هاشم، وأيضا من بني هاشم من أبطل حقهم في الثأر، ضرب المثل بنفسه. فالرسول عليه السلام دعا إلى حفظ الأموال والدماء. يبقى هنا دي القواعد الكبرى لاستقرار المجتمع. ثم إن النبي بيعلي المساواة، يا أيها الناس إله ربكم واحد، إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. يبقى مفيش وصايا، لكن عشنا وشفنا وصايا من السلفية والإخوان والشيعة والدواعش، وكأنهم وكلاء عن الله يمسكون مفاتيح الجنة والنار، يدخلوا ده وده، إيه هو اللي بيحصل؟ خدت بالك؟ فلسه ويجي النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا إلى المرجعية، وديت مهمة 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 في تجديد الخطاب الديني. عايز تجدد الخطاب الديني، المرجعية النصوص الشرعية وليس البشر. لكن أنا أقول لك حلوة إنها صادمة، المسلمون يتحكمون الآن إلى إيه؟ مرجعيات بشرية. صدقني أحلوا الفقه مكان الشريعة، وأحلوا الأخلاق مكان الإحسان، وأحلوا العقيدة مكان الإيمانيات. أقول أنا عارف إن الوقت ده هم. الرسول في خبر اللي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما سيدنا جبريل سأل النبي على مجمع من الناس ومرأة، ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان؟ دي الأركان، إحنا بعترف لك تركنا الأركان لعلوم الأركان، بدل ما نعالج الإلحاد ونقدم الإيمان المبسط، دخلونا بقى في إيه؟ المعتزلة والسلفية والمرجئة ومش عارف إيه. يبقى علوم العقيدة حلت محل الإيمانيات، والفقه بمذاهبه ومدارسه ومناهجه وبأمته حل محل الشريعة، وعلم الأخلاق بمدارسه حل محل الإحسان. فألف باء عايز ترجع خطاب ديني يعبر عن صحيح الإسلام، ارجع للمرجعية الأصلية، الإيمان. سيدنا جبريل قال للرسول ما قالوش ما العقيدة، لا، قال له ما الإيمان، ما قالوش ما الفقه، قال له ما الإسلام اللي هو الخاص بمعنى الشريعة، وما قالوش ما الأخلاق، قال له ما الإحسان. أدي واحدة. الحاجة التانية حضرتك اللي هي يجمعها إيه بقى؟ لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا كتاب الله وسنتي. مش قال مرشد الإخوان، مش قال مرجعيات وأشياخ السلفية، مش قال آيات الشيعة، مش قال أمراء الدواعش، قال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نذاكر خطبة حجة الوداع، وأدعو الشباب اعملوا ترانزليشن واشرحوها بس من كتب المعتمدة في الأزهر الشريف للعالم، حقوق الإنسان في خطبة خير في خطبة حجة الوداع، من خير إنسان لبني الإنسان عصمة الدماء والأموال والأعراض. مولانا أنا عايز أستأذنك، التلات دقايق اللي فاتوا دول عايزهم بأمر الله سبحانه وتعالى يبقوا الحلقة بتاعت يوم الاثنين اللي جاي، الإيمان والإسلام والإحسان وإزاي استبدلناهم بالعلوم بالعلوم، وإزاي استبدلنا الشريعة بالفقه وبدل الإيمانيات وبساطتها وجمالها وكمالها وحلاوتها من الشاكل. شوف بقى النهاردة السلفية بيناقشوا في الأشاعرة والصوفية، حاجة يعني معركة في علوم. أنا عايز بعد إذنك مولانا يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله دي حلقتنا، لأن دي حاجة حلوة قوي، حتى تلاقيني رحت جاي كده مادد، أنا عندي حركة لا إرضي، أروح جاي ومقرب كده أول ما الاقي الموضوع إيه سحبني زيادة عن اللزوم. المرجعية للأركان وليس التعصب لعلوم صح. الأركان، علوم الأركان في قاعة البحث والمناقشة. طيب من هنا للأسبوع الجاي هيحلها حلها، لكن كل سنة طيبة مولانا، وربنا يعيده عليك بالخير واليمن والبركة، وحكومة وشعبا وخير أجناد الأرض بخير وسلام. اللهم أمين. كل الشكر لفضيلة الدكتور
أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. شكرا جدا لحضراتكم يا جماعة على حسن المتابعة، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يرجع لنا جميعا اللي واقفين على أو اللي هيقفوا بكرة على عرفة بإذن الله بألف سلامة، كلهم يرجعوا سالمين معافين بأمر الله سبحانه وتعالى. كل الحجيج المصري وكل الحجيج اللي في العالم كله يرجع بيته بألف سلامة يا رب بعد ما يخلصوا المناسك والفريضة بأمر الله. كريم رمزي بقى هيبقى موجود معاكم حالا بالا، أما احنا فان شاء الله وكما جرت العادة ربنا يدلنا العمر ونبقى موجودين معاكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.